عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعين الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة. شوطنا السابع للقعدان، اللقاية المحليات الأصايل. ننطلق مع حضراتكم مع أول الأسماء ومع أول التحديات في هذه اللحظات. ديدار يتقدم، أيمن بن مسلم بن سالم الفزاري هو المنطلق على أول المراكز وأول التحديات. المركز الثاني القدوم من ربدان، حمد بن محمد بن أحمد بن عبيد الرميثي، بينما المركز الثالث القدوم من مخلاب، سالم بن علي بن طناف الدرعية يقدم لنا مخلاب مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم في هذه الأثناء والحضور من مشهور سعود بن عبد العزيز بن سالم النقش المهرية. من يقدم نقش المهرية؟ من يقدم لنا شعار؟ بينما القدوم، بينما الحضور في هذه الأثناء يتواجد في هذه اللحظات أعناد أحمد بن شهيد بن خلفان المزروعية يقدم لنا شعار. بينما المركز التاسع في هذه اللحظات القدوم من مشغل وفالح بن ياسر بن فالح الشامسي، وعاشر المراكز عاشر التحديات القدوم من شاهين بشعار محمد بن عبد الله بن سالم السعدي. من يقدم لنا شعاره؟ هكذا النداء لهذه الأسماء، هكذا النداء لهذه الأسماء الحاضرة، لهذه الأسماء المتواجدة من أجل الفوز، من أجل الانتصار في هذا الصباح وفي عاصمة الميادين، أقوى الميادين. مقدمة الشوط المركز الأول ما زال، وينطلق هنا مخلاب. مخلاب يا مخلاب، سالم بن علي بن طناف الدرعي مقدما لنا مخلاب، مقدما لنا هذا البطل الحاضر على أول المراكز. المركز الثاني أتابع مشهور سعود بن عبد العزيز بن سالم النقش المهري. من يقدم لنا؟ وسالم بن حمد وجاسم بن حمد الجنوبي. من يقدم لنا هذه الانطلاقة ويتابع هذا الشعار؟ بينما القدوم مع المركز الثالث، الحضور من عناد لأحمد بن شهيب الخلفان المزروعي، بينما المركز الرابع الحضور والقدوم أول نداء للايق القادم بشعار سيف بن أحمد بن الخزع العامري، وكذلك المركز الخامس القادم. هنا أتابع احترازي ومحماس بن تميم بن عيران الدوسري. من يقدم لنا شعاره؟ يقدم لنا احترازي القادم، احترازي الحاضر. بينما القدوم، بينما الحضور من الغزال عبد الله بن جمعة آل رحمه الدرمك، والكيلومتر الأخير الكيلو الخطير. يا إخوان، يا أهل اللقاية، يا أهل اللقاية، القادم هنا، القادم والحاضر أدهم حمدان بن علي بن محمد الوهيبي، ولكن الانطلاق والتحدي ما زال مع مخلاب. مخلاب يا مخلاب،
وسالم بن علي بن طناف الدرعي يتقدم، الدرعي محافظا على الصدارة، محافظا أبناء السلطنة الحاضرين في صباح هذا اليوم، المتواجدين في عاصمة الميادين، المركز الثاني لايق سيف بن أحمد بن خزاعة العامري، ما بين أبناء الدار ما بين أبناء السلطنة، والدوسري قادم مع احترازي. اتحركت الأمور، اتحركت الأمور، واختلط الحابل بالنابل في آخر الأمتار، في الأمتار المجنونة، في الأمتار الصعبة، ولكن أبناء السلطنة مخلوب يا مخلوب. ما هذا الأداء، ما هذا الأداء، ما هذا الأداء الكبير مع مخلوب سالم بن علي بن طناف الدرعي. السلامات إلى السلطنة، إلى سلطنة عمان. سيح العراق سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني لايق سيف بن أحمد بن خزاع العامري، المركز الثالث الشبابي محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، والمركز الرابع احترازي لمحماس بن تميم بن عيران الدوسري، والمركز الخامس. وصل متابعينا الكرام أدهم لحمدان بن علي بن محمد الوهبي. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، مخلاب لسالم بن علي بن طناف الدرعي خاطف ناموسي هذا الشوط، توقيته ولحظات وصوله 6 دقائق 13 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثاني وصل متابعينا الكرام لايق لسيف بن أحمد بن خزاع العامري، 6 دقائق 14 ثانية وجزء واحد من الثانية. بينما المركز الثالث الشبابي لمحمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، 6 دقائق 14 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين.